أكثر من جمدة مرغوبة بالأسواق العراقية. السلام عليكم متابعي لشوكم، شو أخباركم؟ إن شاء الله دوم بخير وصحة وسلام. اليوم عندنا مجمدة المتيل العشرة قدم، مجمدة المرغوبة بالأسواق العراقية، مجمدة اللي ما تأخذ من عندك أي مساحة، تقريبا الهلالة هذا 80 إلى 90 مترة، والنزال 60. مثل ما نلاحظ يجينا دبل جام للحفاظ على البرودة. هلالة أيضا عندنا سلة داخلية وسلة أيضا حتى ما الثلج يلزق جوا. إنارة أيضا من الداخل للمجمد، قفل مفتاح مثل ما نلاحظ. المجمدة أيضا اللي تجي له بضغط استواء لتحمل درجات الحرارة العراق العالية مع غاز صديق للبيئة وقوة تجميد جدا عالية وقوة في التبريد وسرعة بالتجميد. ثرموستات للتحكم بالبرودة. طبعا قبل لا نقول السعر، يا ريت تدعمون القناة بلايك ومتابعة وتفعيل زر الاشتراك الجرس حتى يوصل لك المواد الجديد بعالم الأجهزة الكهربائية والمنزلية. طبعا كل هاي الأجهزة اللي قاعد يشوفوها مع التلفزيون مع السبات مع كل أجهزة المنزلية أنا بنزل شروحات مع الأسعار بالقناة، تقدرون تدخلون عليها. ولا تنسوا الاشتراك وتفعيل جرس الاشتراك الجرس حتى يوصل لك المواد الجديد بعالم الأجهزة المنزلية. أما سعرها فبالأسواق العراقية تراوح ما بين 215,000 إلى 220,000 حسب الوكيل وحسب الموزع لهاي الماركة. تحياتي.